السلام عليكم حبايبي، كنتمنى تكونوا بخير. رجعت لكم بالجزء الثالث من رواية هاروخ مذكرة الموت. بلا ما نكثر عليكم بزاف ديال الهضره، يلا خليونا ندخلوا في القصه. خليناها فين قال، لكن جوج اسماء اللي كتبت في نفس اليوم تصابوا بالنحس. قطع معاد وعاود لسمير اشطرة، قال لي يلا نشوفه. قلت خليها حتى الغدا. بقينا مريحين وساكتين، وفي كل مره كنشوف سمير كيعاود لي على داكشي اللي وقع لساره، لكن ما نطق بوالو. حتى انا ما بغيتش نجبد الموضوع، لي صحابني مازال ما سام بيها. دازت العشيه هكا حتى تفرقنا ورجعت للدار. تعشيت ودخلت لبيتي باش نتكونيكطا، لقيت ميساج من عند ابراهيم قال لي فيه: عاهدت نفسي وقسمت باللي خلقني وتحرم عليا الجنه اما نقول لك اخر بند في هاروخ. تهدن، اش من بند ولا تا اش كتخربق؟ خلي الوقت اللي غادي يبين لك دار 600 كيلومتر في الاخر تضحك عليا. سمح لي ما بقيتش باغي نبيع. غنبقى على اتفاق الترجمة. واخا، عندي سؤال، الا كتبت الاسم والكنية بدون اسم الاب والام اش غادي يوقع؟ ما غادي يوقع والو. وإلا كتبت الاسم والكنية صحاح واسم الاب والام مخربقين؟ الا ما كانش الاسم في الواقع غادي يتمسح من الجدول. وإلا بغيت نمسح الاسم من الجدول؟ ما غاديش يتمحى، تسمى لكل شي واحد آخر من غيرك. وإلا قطعتو؟ جميع اللعنات اللي في هاد الأرض غتنزل عليك، وبلا ما نقول لك كيفاش غادي تموت. كيفاش؟ وإلا بغيت؟ مع بغيت نكمل الميساج، صيفط لي النمرة طويلة وقال: بارك عليك، شرحت لك دابا كل شي واللي في الفقرة الأولى وزدت كاع من راسي. المهم ما تقطعوش وما تحرقوش وما تلوحوش إلا بغيتي تبقى سالم. أما الآن هاركم تيل البنكة ديالي أي معلومة أو ترجمة الفقرات الجاية، عوض 2500 درهم. أتعطيني 3500 درهم، وهاد المرة السطر الواحد ماشي للفقرة. أنا عرفت سوح قد ليا وقلت لي واخا صافي، وانا في خاطري كنقول والله علاش متيني. سطر لي بعد الفقره الاولى كيشرح طريقه باش تجبد اسم الاب والام حتى لو ما كنتيش عارفهم. هو ما عطانيش المعلومه، لكن عطاني فقط التلميح، وبهذه الطريقه ود الحرام عرف يعاود يجرني لعنده. وانا اللي قلت ان ترجمه الكتاب ماشي مهمه، إلا تمكنت نجبد اسم الأب واسم الأم ديال أي واحد في المليك، غنكتب اسمه في الصفحة 13 وفي السطر الأخر. فكرت ديك الليلة فترة إبراهيم والطريقة اللي قال لي، وباش نقدر نجبد اسم الأم والأب حتى لو ما كنتش عارفهم. لكن 3500 درهم، وما عندي حتى شي ضمانة أنه غيترجم لي فعلا. صهرت ديك الليلة وأنا كنقلب في الحاج جوجل، لكن ما لقيتش حتى شي ترجمه ليا. المهم من بعض اللي تيقولوا المترجمين للكتب النادره كاينين بزاف في الديب ويب او ويب المظلم، والاسمنه باش يترجموا كتكون خياليه. قريت بعض المقالات اللي لقيت، لكن ماشي في كتاب هاروخ، لكن في بعض كتب السحر. مقال واحد اللي صار انتباهي وكان كيهضر على الحروف الناريه والمائيه وداكشي ديال الدجال والقراءات في الماء والتظاهر بعلم الغيب. وفي هذا المقال واحد الجملة درت لي القوق في راسي، فاش قال الكاتب: لماذا كبار الشخصيات والملوك لا يعرفون أسماء آبائهم وأمهاتهم للعامة؟ بقيت كندور في بحر المقالات بدون ما نقدر ناخذ المعلومة اللي بغيت أو نلقى المترجم اللي يترجم لي هذا الكتاب. طفيت التليفون، تكيت وبديت نفكر في مصير مالك الكتاب اللي كان قبل. اش كان كيدير الكتاب في المقبره؟ واش هذا كيعني انه مات؟ حاولت نتذكر وجهه في الحلم، ساعه ما قدرتش. بقيت على هاد الحال وكنفكر وكنخمم، حتى طاحت في بالي ساره وقلت غدا غادي نسمع الخبر ديالها. الغد لي مشيت للعمل، وصلت مع الغوات ديال المدير على الزميل اللي سميتو حميد اللي خسرت ليه البيسي ومشاو ليه الدواسه.
ريحت في البيرو خدام، وبعد نص ساعة دخل حميد ردخ الباب. ريح في بلاصتو، شعل قارو دار رجلي في البيرو. غيب شوية عليك صاحبي، شنو دار معاك؟ القرع قال لي عندي أسبوع باش نرجع كاع الخدمة ديال 6 شهور ولا نقدم استقالتي، وقال لي قول لكريم أنه يعاونك. عوجت قنال فيه وقلت شنو هو؟ نط من بلاصتي مشيت عند السكرتيرة ديالو. عندي معاها مزيان، سميتها إلهام، من داك النوع ديال القهوة والمكياج والروايح، لكن خيبة بزاف. سلمت عليها ودورت راسي، لقيت الكولوار خاوي. قربت وجهي لعندها وشميت الريحة اللي دايرة وانا نقول كوكو شانيل. شافت وكانت مخنزرة وقالت شوف راني ما مساليش للضحك ديالك، غير خليه حتى تكون الخدمة قليلة واجي عندي، شوف شحال ديال الفاكتورات اللي عندي، يلا قول اش بغيتي وحيد من قدامي. الزين ديالي عندي واحد الطليبة. هزت راسها وقالت تسر بيقول. قلت بصوت هادئ شنو سميت الحاج الحاجة؟ قالت لي علاش جاي تخطب؟ قلت لي عائلة بغى الله. ابتسمت وقالت العربي وعائشة هما مازال ما حجوا. قلت لها انا غنصيفطهم. ضحكات وهنا عرفت اني هي اسهل داكشي اللي بغيت. قلت لها انا باغيك في شي حاجه مهمه من بعد، ودابا اتصلي بالقرع باغي موعد معاه دابا. اتصلت بيه وقالت لي ادخل. حليت الباب ونوض سلم، وبدا كيضحك في وجهي. قال لي اش حب الخاطر؟ قلت لي سيدي اسمح لي، ديك الخدمه اللي خرب حامي ما يمكنش نعاودها معاه. الخدمه هذه ديال 6 شهور راه جامي نكملوها في سيمانه، وانا اصلا عندي الخدمه معطله، وحتى سوايع الاضافيه مازال ما تخلصتش فيهم. سمح لي ما غاديش نقدر نخدم معاه. قال لي سي كريم ما كاينش ما يمكنش، هذا ماشي طلب ولدي، هذا سميتو امر ولازم عليك تنفذه. ولكن ارفع صوته وقال ما كاين ما ولكن، تفضل البيرو ديالك وجر معاك الباب. انا نط ومكرهتش نشير عليه بهذا الكرسي. قبل ما نحل الباب نخرج شفت فيه وقلت سمح لي ولكن عندي طلب ماشي امر. قال لي امر السي كريم. شنو سميت الحاج والحاجة؟ دار حركة بيدو وقال تفضل للمكتب ديالك. حليت الباب وانا شي حاجة وحلى ليا في حلقي، ما قدرتش نصرتها، وحلت ليا القمعة وما قدرتش نتقبلها. ومن من؟ من المدير. سديت الباب وقلت في خاطري عليا باليمين ما تبقى فيك. مشيت عند إلهام ومعا كنت مهزوز ومتوتر والجعرة شداني. دخلت هديريكت وقلت ليها تعطيني سميت والدي للقرع. شافت فيا شوفها ناقصة وقالت تب شوية عليك مالك؟ واش قالوا لك ليا مقدم؟ اش باغي سميت والدي؟ ايه إلهام غا سمحي ليا. قطعتني وقالت كريم قلب علي هاد الساعة عافاك. شفت فيها وانا كان غليب الغضب، ضربت البيرو ديالها بالجهد وقلت عقلي على هادي، ومشيت للبيرو ديالي وراسي كيفور عليا. ريحت في الكرسي، هزيت ستيل وحطيت الشكارة وجبت الكتاب ديالي اللاعين. الصفحة الخامسة إلهام، الكنية، اسم الأب، اسم الأم. سديت الكتاب وجبت التليفون، اتصلت بإبراهيم واتفقت أنني صيفط ليه 3500 درهم. ما عرفت حتى كيفاش درت حتى قبلت بهذا العرض، واللي هو وراني الطريق باش نعرف اسم الأب والأم. وقال غتصيفطي ليا؟ وين شكون اللي ضمني؟ الله الضامن. وقطع ليا ولد الحرام. خرجت من الخدمة بالزربة، فيرسيت ليه الفلوس للكونت ديالو، لكن اللي زاد مردني هما قالوا ليا ما يتصيفطو من دابا 3 ايام حيت البنكة مختلفة على اللي داير انا. عاودت اتصلت بيه لكن ولد الحرام طفى عليا التليفون. كان داك الصباح خاسر بحال شي حد كسب سميتي في حاروخ. رجعت للبيرو عند حامد، اتفقنا اننا نقسمو الخدمة. جا فيا واحد جبل ديال الضواصة، خاصي تعاودي تلاح في السيرفيس.
بدينا الخدمة وحنا غي كنسبو كنلعنو في القرع، ومع كثرة الخدمة نسيت نعرف اش وقع الإلهام. خرجت مع 8 مشيت ديريكت للدار غي كليت ونعس.